وللحديث أكثر حول الأوضاع وتطورات الميدانية أرحب بضيفي عبر الهاتف المتحدث باسم القوات المساندة للجيش الليبي مهند معمر. سيد مهند أهلا بك. أهلا وسهلا. نعم سيد مهند، يعني شاهدنا تحركات أخيرة لمرتزقة وميليشيات مجرم الحرب حفتر وتحشيدات في مدينة سرت والجفرة، ما هي يعني استعدادات قوات الجيش لصد هؤلاء المرتزقة والميليشيات؟ نعم، قواتنا في منطقة بوغرين والجفرة والغشكة على تم الاستعداد لتلقي إشارة بتزحف على هذه المناطق المحتلة من قبل الميليشيات، وسيكون هدفنا المركز هو تحرير منطقة هذه منطقة الجفرة لأن بها قاعدة تعملها ميليشيات في خروج الطائرات المسيرة من قبل الروس والإمارات، كذلك أيضا قاعدة سرت تستعملها الميليشيات ولذا هذا يجب تحريرها، وسنقوم بتحرير المواني النفطية والحقول النفطية التي هي قوت الشعب الليبي. نعم، ماذا عن التحركات والاستعدادات الأخيرة والتطورات في سرت والجفرة؟ كما قلت لك يا أخي الكريم، نحن على كامل الاستعداد لتلقي الإشارة بالزحف على هذه المناطق لتحريرها من قبضة الميليشيات، وسنقوم بتحرير المناطق وسنستمر بالزحف على جميع المناطق لتحريرها من هؤلاء المتمردين وسنكمل المشوار. نعم، في سياق آخر سيد مهند، يعني الغرفة المشتركة بالمنطقة الغربية أعلنت تشكيل قوة لمكافحة التشكيلات المسلحة التي ليست لها علاقة لا بالجيش ولا بالقوات المساندة، كيف ترى هذا التشكيل؟ هذه تعتبر إيجابية بعض الشيء، لأن نحن الآن تحت مظلة جيش موحد وقيادة واحدة، فلهذا يجب لملمة التشكيلات المسلحة تحت قوة واحدة. نعم، أشكرك سيد مهند معمر المتحدث باسم القوة المساندة للجيش الليبي، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.